الجزائرية. اللهم آمين. ونقرأ سورة الفاتحة ترحما على أرواحهم. وغيرها أننا لا نريد الضيم. أنت عربي الحمد لله رحم عاد رحم متفكرين الشهداء والمجاهدين ومازال في التذكار الأول عاد اليوم الحمد لله رانا فارحين رانا فارحين. الشهداء مازال راهم عاد في قيد الحياه راهم عاد حيين اليوم. هي ولايه سعيده على غرار باقي الولايات تظاهره 8 ماي المصادفه للذكرى 77 لتظاهره 8 ماي. رانا هنا في بلديه السخونه اللي هم مشاركين فيها اقرب من 400 فارس. بعد انقطاع دام سنتين بسبب تفشي فيروس كورونا ونحن نسترجع تقاليد المنطقه. البلاد والعباد المجد والخلود لشهدائنا الابرار. عاشت الجزائر حريه.